عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت ما شاء الله أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال، وتكون إن شاء الله حالتكم نفسية وروحية في تحسن، ويكون ديما الأمل في القلوب ديالكم والابتسامة على المحية ديالكم، وديما حسن ظن بالله ثم حسن ظن بالله والتشبت بالعلاج، وتكونوا متأكدين باللي الفرج على الأبواب والشفاء التام إن شاء الله قريب. ألوغ اليوم جيتكم إن شاء الله فيديو جديد. أول حاجة بغيت نقول للناس اللي كيرسلوا لي رسائل في إنستغرام وتيقولوا لي بلي ما كنجاوبهمش، فكنعتذر بزاف. بغيت نقول لكم بانني والله دي فوا كنبقى في انستغرام كنجاوب على الاسئله ديالكم بساعه بساعتين، يعني كاينين بزاف ديال الاسئله، كاينين بزاف ديال الناس كيحاولوا انهم يرسلوا لي رسائل. الله يشافيهم ويشافي اكيد جميع امه محمد. فبغيت نقول للناس اللي ما جاوبتهمش كنعتذر، وان شاء الله غير مساله وقت وغادي نجاوبكم، حيت راه كنحاول نجاوب على كاع الاسئله، وكنحاول انني هكا نجاوب في فيديوهاتكم باش تعوم الفائده، واي واحد عنده تساؤل يدخل القناه ويدخل هذا الفيديو ويلقى الجواب على الاسئله ديالو، فيكون جواب يعني عام وكلشي كيستافد منه. الوغ وجدت اكيد وقلبت على اسئله اللي لقيتها بلي كتعاود بزاف، غنحاول نجاوب عليها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. الوغ اول سؤال، منين كنتي في مرحله العلاج كنتي ديما تتبعي القناه ديال احمد الخياط وتفرجي في قناته، ولا كنتي مهتمه بالعلاج؟ فاول حاجه بغيت نقول للناس اللي كانوا متبعيني غيكونوا عارفين هذه القضيه هذه، والناس اللي يلا التحقوا بالقناه الله يشافيهم اكيد، بغيت نقول لكم بلي انا في فتره المرض ديالي ماما الله يخليها لي ويخلي لكم يا ربي الوالدين ديالكم، هي اللي كانت كتفرج في القناه احمد الخياط، قناه ديال جاءك الفرج، بزاف ديال القنوات يعني ديال الرقيه الشرعيه، ديال هاد الامراض النفسيه، ديال الدكاتره اللي كيهضروا على هذا المرض النفسي ديال الوسواس القهري، كانت هي اللي متبعه داكشي. انا ما كنتش بتاتا كنهز الهاتف النقال ديالي، اقسم بالله دي فوا كان كيبقى بثلاث ايام باربع ايام ما كنهزوش، يعني اكيد الناس اللي ديجا مروا بهذه التجربه هذه عارفين باللي ما كيبقى عندنا الخاطر لا نشوفوا مسلسلات او لا نشاهدوا الاخبار او لا نشوفوا اي حاجه، ما كتبقاش عندنا الخاطر، فحنا كنبقاو ملاهين غير مع الامراض والاعراض اللي كنكونوا كنعانيوا منها. فانا اكثر كنت مهتمه بالعلاج، العلاج اللي الام ديالي الله يخليها لي ويخلي لكم والديكم كانت كتحاول تقلب لي العلاج من استفراغ، من شحال من حاجه كانت كتقلب لي عليها، من ايات قرانيه، من تقنيات، من اي حاجه كسوا طبيه او لدينيه كانت كتحاول تقلب لي عليها، وانا كنت غير كنطبق، يعني ما كنتش كاع كنشاهد البرامج اولا كنشاهد الفيديوهات ديال الرقات، فانا كنت بعيده كل بعد على هادشي. هي مسكينه الله يخليها ليا صراحه تعذبت معايا بزاف بزاف في فتره المرض ديالي، فكنقول لك ماما كنبغيك بزاف والله يخليك ليا يا ربي، وان شاء الله ربي يعوضك كاع داكشي اللي تكرفستيه معايا فتره العلاج، كنبغيك بزاف بزاف، وتنتوما الله يخلي لكم والديكم والوالدين اللي كيتفرجوا فيا، فالله يعاونكم ان شاء الله باش توقفوا مع وليداتكم ان شاء الله حتى الشفاء التام يا ربي. الوغ كما قلت لكم، فالام ديالي هي اللي كانت متابعه كاع دوك القنوات وكانت متابعاهم، وكتجيب لي التقنيات اللي خاصني ندير، كتجيب لي الايات، الصور، اي حاجه يعني كانت كتلقاها في دوك القنوات كتجي كتقول لي ديريها، وكنت كنديرها. يعني انا كنت مهتمه فقط بالعلاج، ما كنتش كاع مهتمه بالقنوات ولا كنهز الهاتف النقال ديالي ونهتف في القنوات، فانا كنت مهتمه فقط بالعلاج، وهذا هو السر وراء انني الحمد لله فتره 5 شهور كانت ما بين المرض، ما بين اكتشاف المرض، ما بين العلاج، ما بين كل شيء، الحمد لله يعني تشافيت فتره وجيزه اللي الناس كتجيهم باللي غريبه شويه انني تشافيت فتره صغيره، لدرجه انهم كيقولوا لي لا يمكن انت ما بريتيش غير كتقولي. فانا كنقول لكم اقسم بالله بلي ما بقيتش مريضه، بلي الحمد لله تعالجت بزاف بزاف، وما بقات عندي حتى شي عرض لا وسواس قهري ولا 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 افكار سلبيه ولا حتى شي حاجه. الو غادي نجاوب على سؤال واحد اخر، غادي نحاول ان شاء الله نجاوب على بزاف ديال الاسئله. السلام عليكم اختي، اشكرك جزيل الشكر على الامل اللي كتعطيه لينا، هذا واجب اكيد، وهذا هو الهدف من هذه الفيديوهات كامله هذه. في اشد معاناتي منذ 10 سنوات اعاني من وسواس الخوف من الموت والسحر، والان قررت المداومه على العلاج، ولكن الاعراض تزداد شده حتى انني لا استطيع البقاء في البيت، ساعديني اختي، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي ويشفي كل مريض. بالنسبه لهذه الاخت هذه اللي شاركت معنا هذا الكلام هذا، فبغيت نقول لها بان خاصك تصبري، يعني دي الحاجه الوحيده اللي نقدر ننصحك بها انك تصبري، وبان كيفاش كتبداي العلاج وفاش كتبداي يعني تتبعي العلاج، فالاعراض كتزيد شده، فاكيد فانت في حرب مع واحد الوحش اللي هو الشيطان لعنه الله، فانت كتحاربي هو كيحارب، ولكن ضروري المؤمن كما كنقول لكم القوي خير من المؤمن الضعيف، فانت ان شاء الله غادي تقوي عليه وغادي تبري غادي تولي احسن واحسن. فبالنسبه لانك كتخافي تجلسي بوحدك،
فيعني خاص الانسان يقوي راسه ويحاول ما يخافش ويتقوى، فالله سبحانه وتعالى ديما معنا فيما كنا، والله سبحانه وتعالى اكثر واحد يعني كيبغينا في الدنيا دي، فما عندناش من نخافوا حيت هو ديما حارس علينا وديما كيحمينا الله سبحانه وتعالى. فانا كنشجعك اختي انك تتبعي العلاج وتواظبي عليه، واخا يعني غادي تزيد الاعراض عليك، وهذا ضروري الصبر، يعني الصبر عند المصيبه، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وخاصك تصبري والفرج قريب ان شاء الله. ما عليك غير انك تشبتي بالعلاج وتستمري، واخا تكثر الاعراض، واخا هذا حاولي انك ما تكتاتيش وتستمري في العلاج ديالك، والفرج قريب ان شاء الله. اختي كنحس بحال النبض في راسي وبحال الا الماء نازل ليا مع راسي، ما فهمتش هاد الاحساس. نعم بالنسبه لقضيه ديال النبض، فانا كنت كنحس بلي عندي نبض متفرق في الجسد ديالي كله، مره في راسي، مره في يدي، مره في قلبي، مره في هاد لابارتي هادي، مره في رجليا، يعني نبض متفرق. فاش بريت الحمد لله ما بقاش عندي حتى شي نبض، واصلا واخا يكون عندي نبض ما غاديش نكثرت ليه، حيت صافي الوسواس الحمد لله تخطيتو وما كتبقاش. سبحان الله فاش كتبرى من هاد المرض ما كتبقاش كثرت حتى شي حاجه، الوغ فاش كتكون مريض بهذا المرض اي حاجه كتوقع لك في الجسد ديالك كترد لها البال، حيت الوسواس لعنه والله، يعني افكار كتبقى تخلعك ضراتني هادي، وهي ما ضرك حتى شي حاجه، وغير الوسواس كيوهمك داكشي. الوغ بالنسبه للنبض فراسك، فحبيباتي انا كنت كنعاني من هاد القضيه هادي، يعني النبض المتفرق، بس ما تكثرتيش في هذا، تو عرض من اعراض هاد الوسواس القهري وهذا المرض اللعين. دونك فوالا، بالنسبه لانك كتحسي الما نازل لك مع راسك، فهاد الاحساس انا ما عمرني حسيت به، ولكن كما قلت لكم ديما وكنقول عاود نقولها لكم، بلي الاعراض تختلف من شخص لاخر، واي عرض كتحسي به خارج على نطاق يعني العقل وخارج على نطاق الواقع، فعرفي بانه من عمل الشيطان وعرض كيوهمو لك الشيطان، فخاصك ما تكثرتيش هاد الاعراض بزاف بزاف، وتكثرتي اكثر العلاج ديالك. بالنسبه للناس اللي كيدعيو معايا، فشكرا ولكم بالمثل، وشكرا على هذا الكلام الطيب اللي كنقرا، شكرا لكم بزاف بزاف. سناء عايزه اسالك، كنتي تحسي روحك مش عايشه وتفكيرك حيتوقف؟ اصلي انا عندي قلق كبير وفوبيا الخروج من البيت، واحس نفسي مش حاسه بحالي ولا بجسدي، وتركيزي منعدم وذاكرتي موقوعه، انصحيني ارجوكي جزاك الله خيرا. بغيت نقول لك بلي المهم بالنسبه للناس اللي ما فهموش هاد اللهجه هادي، فهي كتقول بانها كتحس براسها ما عايشاش، بانها خارجه على الواقع، وبانها كتعيش في قلق كبير وخوف من الخروج من البيت، يعني عندها فوبيا من الخروج من البيت، واحس نفسي مش حاسه بحالي ولا بجسدي، يعني ما كتحسش بلو كور ديالها بالجسد ديالها، والتركيز ما عندهاش، والذاكره يعني مخربقه ليها. انصحيني ارجوكي اختي، هاد الاعراض كلهم اللي عديتيهم هنايا كلهم عشتهم عرض بعرض، قسما بالله. حاجه واحده انني انا ما كنتش عندي فوبيا ديال الخروج، حيت انا او بلا ما نقولش انا اكيد ما كنتش، ما خليتش المرض الروحي يطول معايا، حيت شوفوا فاش كيجيكم المرض الروحي وما كتبداوش تعالجوه وما كتبداوش تقاوموه، فهو كيتسع وكيكبر وتيولي كبر من الحجم ديالكم نتوما، فاكيد كتكون هي في الاول نقطه صغيره وكتبقى تتكبر الا ما عالجتيهاش ولا ما حاربتيهاش. فانتي اكيد خليتي هذا المرض هذا طول معاك لدرجه انه خلاك ما تبقايش تقدري تخرجي، تولي تخافي من تخرجي. واكيد بزاف ديال الناس اللي ما كيبداوش العلاج مبكرا تيوليو يخافوا يخرجوا، تيوليو يخافوا كيتخيلوا يعني في العقل ديالهم كيوهم لهم الشيطان لعنه الله بلي الا خرجوا من الدار غادي يديروا اكسيدون، غادي يديروا حادث سير. اكيد هادشي كلشي غير وحي الخيال، يعني ما كاين حتى شي حاجه في الواقع، غير الشيطان لعنه الله تيبغي يخليهم منعزلين في البيت ديالهم، يفشلوا في حياتهم، كتبقى حياتهم كلها فوبيا من الخروج، فوبيا من المجتمع، فوبيا بانهم يجتمعوا بالناس، كيولي وسواس كيلهب لهم في حياتهم وكياكلهم في الحياه الاجتماعيه ديالهم، كيحيد لهم الراحه النفسيه. فانا بالنسبه ليا انا ما عانيتش من فوبيا الخروج، حيت ما خلاتش الام ديالي المرض انه يطول معايا، وكانت ديما كتخرجني واخا ما كانتش عندي رغبه في الخروج في البدايه ديال هذا المرض هذا، لدرجه انني الا مشيت كنتسوق اولا نشري ملابس كانت كتشدني واحد الضيق في الصدر ديالي، وماما يا ربي تخلي عليا مسكينه كانت كتبقى تقول لي وقفي صبري سافا باسي، يعني داك الاحساس غادي يدوز. فعلا المره الاولى كانت كيجيني ضيق في الصدر، المره الثانيه ضيق في الصدر، المره الثالثه ضيق في الصدر، حتى واحد النهار لقيت راسي كنخرج عادي فرحانه. يعني هادشي خاصو المقاومه، ما قديتيش اليوم ما قديتيش غدا، بعدو ان شاء الله غادي تقد. يعني فوبيا الخروج ما خاصكمش يعني خاصكم تقاوموا ديك الفوبيا، ما تخليوش راسكم يعني من غالقين وفي داك الخوف، نتوما خاصكم تحداو راسكم، الله سبحانه وتعالى خلق فينا واحد القوه داخليه هو اللي فايني قاوموا خرجوا، ما خفتي تخرجي خاصك تخرجي، ولكن اكيد هادشي خاصو مساعده ديال العائله ديال الاهل ديال الاخوه اكيد. فانا كانت عندي الاخت ديالي حتى هي كانت كتساعدني بزاف بزاف هادشي الله يخليها ليا يا ربي، كانت كتحاول تقويني، كانت كتحاول تبين لي بلي داكشي اللي كنعيشو راه صغير بزاف بزاف. يعني انا الاسره ديالي كلها كانت كتقرا على هذا المرض هذا، كلهم يعني تاثروا فاش مرضت انا.
الوغ كنصحك بزاف انك تقاومي هذا الابتلاء هذا وما تخافي حتى شي حاجه. هاد الاعراض كلها دازت منها اختك سناء والحمد لله الفرج جا وبريت الحمد لله. الوغ غادي ندوزو لسؤال واحد اخر. انا نتقلق بدون سبب، واش انتي كنتي بحالي؟ يعني كتولي كتقلقي على ابسط امور، كتولي تقلقي على شي امور ما كايناش، كتولي كتبكي على شي حوايج انتي ما عارفاهمش علاش اصلا، سبحان الله. يعني كتولي تبكي بدون سبب، كتقلقي بدون سبب، كتولي حساسه، يعني الشخصيه ديالك كتغير، كتولي تحسي وكانك ما عندكش حظ في هاد الدنيا، كلشي حاقرك، الوغ هادشي كلشي ما كاينش. انا عارفه هادشي كلشي ما كاينش، ولكن كنت كنحس بيه في الداخل ديالي. ربما كان الشيطان كيختلق لي هاد الاعراض هادو باش نبكي، باش ما يعجبنيش الحال، باش نحس براسي غير محظوظه. دونك فوالا، انا كيجيب لي الله، ما غنرجعش لحياتي الطبيعيه. بمجرد كنفتح عيني في الصباح كنفكر في الموت واني غادي نموت. اكيد اكيد كتحسي بهاد الاعراض هادو حيت عندك وسواس الموت، ولكن اقسم لك يمينا اعدك والله سبحانه وتعالى توا وعدك في الايات القرانيه ديالو ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فان شاء الله غادي ترجعي لحياتك وترجعي احسن من اللي كنتي ان شاء الله. في الحياه ديما كتغير، داكشي علاش كنقول لكم ديروا واحد الدعاء، اطلبوا الله، قولوا يا مغير الاحوال، اللهم يا مغير الاحوال غير احوالنا لاحسن حال. فهذه سنه كونيه، معمر الكون كيبقى غادي في واحد هكا. في الحياه كتغير، كلشي كيتغير، يعني هذه سنه كونيه، يعني الحياه كتغير. فديما طلبوا الله في الدعاء ديالكم، اللهم يا مغير الاحوال غير احوالنا لاحسن حال، وكوني متاكده انك غادي ترجعي لحياتك اليوميه، وغادي ترجعي لاي حاجه جميله كنتي كتعيشيها من قبل غترجعي لها ان شاء الله، وغترجع الراحه ديال البال والراحه ديال السكينه، والنفسيه ديالك غادي ترجع ان شاء الله عاليه كما كانت احسن ان شاء الله. ندوزو لسؤال واحد اخر. سناء اختي، واش من برنامج تابعتي باش ارتاحيتي؟ انا كنت متبعه صراحه بزاف ديال البرامج، ومشاركه معكم البرنامج اللي يعني تبعته في واحد الفيديو قبل، يعني من صلاه، من ذكر، من اذكار الصباح والمساء، من قيام الليل اكيد، من صلاه في الوقت، من سوره البقره وختم القران، يعني بزاف ديال الحوايج تبعتهم راه شاركته معكم في الفيديو اللي قبل. اكيد ماء مرقي، زيت مرقيه كنت كندهنها باش الناس، يعني بزاف ديال الحويجات. وكنت كنتبع بزاف البرنامج القناه ديال جاءك الفرج وديال احمد الخياط، يعني هاد القنوات كانت ماما بلوتو كانت هي اللي متبعهم بزاف، وكانت كتعطيني يعني النصائح اللي كيعطي والتقنيات اللي كيعطي والايات اللي كيعطي هما اللي كنت متبع. الوغ السؤال الموالي كيقول باللي البارح بالليل جاني هادشي، قلبي غيسكت وكنقول ان غنموت، سمحوا لي وتهلاو في ولدي عافاكم نصحوني، وقلبي مزير بزاف مخنوقه. فهادو كلهم من اعراض الوسواس القهري. هادشي كلشي يعني كلهم اعراض، ما خاصكمش تخافوا، راه هادشي انا شفتو، الاخر عاشو، بزاف ديال الناس عاشو نفس الحاجه، وكلهم الحمد لله خرجوا من ديك الحاجه وخرجوا من داك الضيق في الصدر. عارفه داك الاحساس خايب بزاف، انك كتحس بلي الدنيا كلها اللي خلقها لنا الله سبحانه وتعالى ما هزناش، كل كاع داكشي، واخا تكونوا خارجين، واخا ما عارفين، تكونوا في وسط الغابه اللي سبحان الله واسعه، في وسط الجبال، ولكن عندكم الضيق في الصدر ديالكم. فانا عارفه الاحساس هذا بلي خايب بزاف، ولكن خاصك تقربي من الله سبحانه وتعالى، خاصك تتبعي البرنامج العلاجي وكلشي غادي يمشي. انا الحمد لله ما بقاش كاع كيجيني هادشي، ما بقاش كيجيني لا ضيق في الصدر، لا ضيق في التنفس، لا حتى شي حاجه، ما بقيتش كاع كنخاف من الموت، يعني الحمد لله هذا غير وسواس وفتره عدت في حياتي، وتنتم ما شاء الله فتره وغادي تدوز. وما تخافيش يا حبيبه، يعني الله يخليك يا ربي لولدك، واكيد ما تخافيش على ولدك، فالله سبحانه وتعالى اللي خلقه هو قادر يعني يتكفل به. وبالنسبه لانك كتخافي بزاف من الموت وانك كتزيري بالليل وهذا، فتا انا حبيبه كنت بحالك، وبزاف ديال الناس كانوا بحالك، وبزاف ديال الناس تشافوا، وتنتي ان شاء الله غادي تشافي. الوغ كاين واحد السؤال واحد اخر كيقول عافاك، واش كنتي كديري الاستفراغ؟ نعم انا درت الاستفراغ فتره العلاج، كنت كنديرو عند الراقيه اللي كنت متبعه عندها، درتو شي 4 ديال المرات اولا 5. فكينصحوا به بزاف الرقات الاستفراغ، وكيقولوا بانها سنه نبويه. ف يعني انا كنصحكم انا كديرو، انا كنت درتو وارتحيت صراحه من بعد ما درت الاستفراغ. وانتم كنصحكم علاش لانكم ديروا الاستفراغ، تقدروا ديروه غير في البيوت ديالكم، فكاينين بزاف ديال القنوات كيفسروا كيفاش دير الاستفراغ في البيت ديالك، فكنصحكم انكم تبعوا دوك القنوات. فالاستفراغ انا بالنسبه ليا مهم بزاف، يعني انا درتو من خلال التجربه ديالي، درت الاستفراغ وجاب معايا نتيجه الحمد لله. دونك الاستفراغ كنصحكم به بزاف بزاف.
وحاولوا انكم بلا ما تمشوا عند الرقات وبلا ما تهتفوا عند الرقات حاولوا انكم تتبعوا قنوات اللي كيعلموكم كيفاش ديروا الاستفراغ، منهم راقي احمد الخياط راه كيوري كيفاش في البيت ديالك دير الاستفراغ. فشوف ديك شوف يعني غير من خلال احمد الخياط والقنوات اللي ديال الرقات، فحاولوا ديروا غير في البيوت ديالكم كان احسن. ندوزوا للسؤال الموالي. اللي كل ما يعانون من هذا الوسواس هالمرات من مشكلة أو صدمة، أتمنى الإجابة. أنا جاني من صدمة، بديت كنقول أنا مريضة نفسيا، شكون هو مثل هذه المعاناة؟ نعم أنا يومين قبل ما يجيني هذا الابتلاء هذا كنت صدمت، كنت قلقت، كنت بكيت، وصراحة دابا كيبانوا لي المشاكل أو لا أي حاجة ما تستاهل. يعني الحاجة الوحيدة اللي كتستاهل في الدنيا هما الوالدين ديالنا، وهو علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. يعني علاقتنا مع والدينا وعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هي الحاجة الوحيدة اللي كتستاهل أننا نتقلقوا على قبلها أو لأننا نمرضوا على قبلها. فأما الناس أو الصدمات أو لا حاجة ما كتستاهل، والدليل أن الناس اللي كيجربوا هذا الابتلاء هذا فكتعرفوا بأن الدنيا ما كتستاهلش، وبأن لا مال ولا بنون ولا تشي حاجة ما كتستاهل في الدنيا هذه. أكيد أنا كنت فاش كتجيني الخنقة وكتجيني الزيارة، فوخا عندي الفلوس أو لا يخجيبي لي بزاف ديال الفلوس، ولا تجيبي لي يعني شحال من حاجه يمكن من قبل كانت كتعجبني، ملابس شحال من حاجه يعني كانت بالنسبه ليا اهم حاجه في هذه الحياه هذه، واخا تجيبيها ليا فما كتحرك فيا حتى شي حاجه، حيت عرفت بلي كاينه واحد القوه الهيه وكاين واحد الحاجه اللي اهم اننا نعتنيو بها اللي هي الصحه النفسيه ديالنا. والصحه النفسيه ديالنا فهي علاقه هي كتبازا على علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، يعني تقربنا من الله سبحانه وتعالى. فيمكن كون كنت متقربه اكثر من الله سبحانه وتعالى، كون فاش جاتني صدمه فاش قلقت فاش بكيت كان عليا نقول حسبي الله ونعم الوكيل ونوكل امر الله، يمكن ما كنتش غادي نمرض، ولكن معليش ماشي مشكل، اي حاجه دارها من الله سبحانه وتعالى فهي اكيد فيها خير لينا. وانا كنحمد الله سبحانه وتعالى فهاد الصدمه او لهاد القلق او لهاد البكاء يمكن اللي بكيتو ابتلاني، يعني بكيتو وتقلقت وهذا، ففي الاخر ابتلاني الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء وعرفت حقيقه الكون، وعرفت بلي الصحه والوالدين والله سبحانه وتعالى هما اهم حاجه في هذه الدنيا هذه. والدليل انك فاش كتمرض كتلقى غير الوالدين جاولك، وكتلقى غير الاسره الصغيره ديالك يعني الاخوه ديالك والوالدين ديالك، وكتلقى الله سبحانه وتعالى اكيد هو الاول اللي فاش كتكون مريض بزاف كتلتجئ ليه من خلال الصلاه ديالك، من خلال القران الكريم، من خلال الذكر، من خلال الدعاء. فالله سبحانه وتعالى هو اكثر واحد كيحس بينا فاش كنمرضوا بهذا المرض. يعني انا الحمد لله الام ديالي كانت يعني على بال، كانت كتفهم شويه في هاد الامراض هادو، فكانت كتفهمني، كانت كتحاول تخرجني من داك الالم النفسي اللي كنت كنعيشو. ولكن اكيد الله سبحانه وتعالى كيحس بينا اكثر من اي واحد. وغادي نتوقف يعني من خلال هاد الاسئله هادو باش ما يجيش الفيديو طويل، وان شاء الله غادي ندير لكم جزء ثاني على الاسئله. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا معايا واخا غير شي شويه في هاد الاسئله هادو، ونكون شاركت معكم من خلال التجربه ديالي بعض النصائح. وكنقول لكم بلي الفرج قريب، انت اللي كتفرج فيها وانت اللي كتفرج فيها فالفرج قريب. كوني متاكده ان واحد الحاجه زوينه ان شاء الله كتنتظرك في الحياه ديالك. هاد الهضره ديال ماما فاش كنت مريضه كانت كتقول هاد الهضره هادي، وكانت كتعطيني واحد الامل، فانا بغيت نعطيكم امل شي حاجه زوينه مازال ان شاء الله كتنتظركم. ربما كينتظركم مستقبل زاهر، خدمه زوينه، زوج صالح، علاش لا، عمل اولا مشروع كنتي كتحلم به حياتك كامله كينتظرك. ربما اي حاجه كنتو كتحلموا بها في حياتكم غادي تجيكم ان شاء الله، ربما دراسه موفقه، اي حاجه ان شاء الله زوينه غادي تكون كتنتظركم في المستقبل ديالكم، وخاصكم تكونوا فرحانين انتما كتعالجوا، انتما كتسناو هذه الحاجه الزوينه اللي مخبيها لكم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاقسم بها الله سبحانه وتعالى، فكونوا متاكدين انكم دابا كتعيشوا العسر، ومراه ان شاء الله ديريكتومون كاين واحد اليسر اللي كينتظركم. فديما الابتسامه، ديما الامل في القلوب ديالكم، وديما ان شاء الله حسن الظن بالله ثم حسن الظن بالله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. مع السلامة، الله يشافيكم يا ربي ويشافي جميع أمة محمد.